السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعد صباحكم ويسعد جميع أوقاتكم أعزائي مشاهدين قناة الصحة والجمال. برحب بحضراتكم، أنا صفوت قمر، وفي أول حلقات برنامج بيقولوا، وإن شاء الله بيشرفنا وبيسعدنا نكون مع حضراتكم كل يوم أربع لمدة نص ساعة من الساعة 11 ونص الصبح. في برنامجنا إن شاء الله هنناقش كتير من القضايا اللي بتهم الشارع المصري أو اللي بتهم المجتمع المصري في الوقت الحالي ويمكن المجتمع العربي ككل. بس اسمحوا لي قبل ما نبدا في تفاصيل موضوع حلقتنا النهارده ارحب بزمايلي في البرنامج. صباح الفل يا سيلفانا. صباح الخير يا صفوت، وصباح كل حاجه جميله على كل مشاهدينا. صباح النور يا امل. صباح الفل يا صفوت، وصباح الخير يا سيلفانا، يا صباح الفل والجمال على كل مشاهدينا. خلوني في بدايه الحلقه احكي لكم قصه صغيره عن موضوع حلقتنا النهارده. القصه هي كان في زوج وزوجه اتجوزوا بعض عن قصه حب، وبعد شهر واتنين من الجواز بدأت تظهر خلافات بسيطة ما بينهم، على الرغم ان الزوج كان حنين جدا مع زوجته وبيحاول على قد ما يقدر يلبي طلباتها، الا ان اهل الزوج كان ليهم رأي تاني. كانوا دايما يقولوله ان هو كده هيبقى شخصية ضعيفة قدام مراته ولازم يقسى عليها شوية، ومش كل حاجة تحتاجها يلبي طلباتها. وبدأت من هنا تظهر الخلافات، وعدت حوالي سنة من الجواز وبدأ فعلا الزوج يتأثر برأي اهله، وبعد كده حصل انفصال ما بينهم وفعلا اتطلقوا على الرغم ان الزوجة كانت حامل. وعدت ايام وسنين والزوج بعد ما انفصل عن زوجته ما بقاش يسأل عن ابنه ابدا، وبعد سنين اتقابلوا في مكان بالصدفة. كان الزوج طبعا عارف طليقته، لكن للأسف ما كانش يعرف ان الطفل اللي معاها ده ابنه، ولا الطفل كمان يعرف ان الاب ده يكون ابوه. كل ده بسبب المساعدة على الشر، الأهل كانوا بيساعدوه بس بيساعدوه على الشر. هو ده موضوع حلقتنا النهاردة. أنا معاكي يا أمل إن أساساً الكلام السلبي مؤذي جداً على الإنسان، وحتى مش على الإنسان بس، وفي باحث ياباني ثبت ده اسمه ماسارو إيموتو. ماسارو إيموتو عمل تجربة على الرز، الرز ما تستغربوش. جاب برطمانين حط فيهم كميات متساوية من الرز وغطاهم بمية وسابهم لمدة شهر، وكل يوم خلال الشهر ده يكلم كل برطمان لمدة دقيقة، برطمان يكلمه كلام إيجابي وبرطمان يكلمه كلام سلبي. وكانت المفاجأة بعد ما الشهر خلص، البرطمان اللي بيكلمه كلام إيجابي كانت ريحته كويسة وما حصلش فيه أي عفونة، والبرطمان اللي بيكلمه كلام سلبي حصل له تعفن وريحته بقت سيئة جدا. العلماء وكل الباحثين ابتدوا يعملوا تجارب على الأزهار وعلى الأشجار وعلى الحيوانات، ونفس النتيجة ظهرت. بنطلع من كده إن فعلا الكلمة الطيبة بتحيي والكلمة الخبيثة بتميت. الكلمة الطيبة بتفتح قلوبنا والكلمة الخبيثة بتقفل قلوبنا. أي مساعدة على الخير بتبتدي بكلمة طيبة وإيجابية، وأي مساعدة على الشر بتبتدي بكلمة خبيثة بتأذينا. هو ده زي ما أمل قالت موضوع حلقتنا النهاردة اللي هنتناقش فيه وباستفاضة، وياريت مشاهدينا تتواصلوا معنا وتشاركونا بأراءكم على خلال صفحتنا على الفيسبوك. ودلوقتي هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني، استنونا. رجعنا لكم بعد الفاصل، وعايزة أفكركم بموضوع حلقتنا هو المساعدة على الشر. تعالوا نعرف مع بعض الأول يعني إيه المساعدة على الشر. للأسف إحنا بقينا في زمن المساعدة فيه على الشر أكتر من الخير. كنا دايما بنسمع من الناس اللي أكبر مننا إن هم بيساعدوا بعض وبيقفوا مع بعض في كل المواقف الصعبة ودايما بيدعموا بعض، لكن دلوقتي بقينا أكتر حاجة نسمعها هي كلام سلبي. للأسف في ناس كتير بتحاول تحبطك وتقلل منك، وبيبقى هدفها ان هي تشوفك اقل منها، بيبقى متعتها ان هي تكون ناجحة وانت انسان فاشل. علشان كده اهم حاجة هي اختيار الصديق او البيئة المحيطة حواليك، لان الناس اللي حواليك دي ليها تأثير كبير جدا في حياتك. يعني لو الناس اللي حواليك ناس ايجابية بتديك طاقة ودايما بتدعمك وتقولك كلام حلو حتى لو انت امكانياتك محدودة شوية،
اكيد ده هيفرق في حياتك جدا، على عكس الناس السلبيه اللي بتحاول تقلل منك ومن طموحك ودايما تدلك على الشر. ده هيكون سبب كبير ان حياتك تكون مليانه فشل ومش هتقدر تحقق اللي انت عايزه. فعلا يا امل، دلوقتي الواحد بقى بيشوف للاسف ناس كتيره جدا بتساعد بعض على الفشل. يعني تلاقي اتنين طلاب في امتحاناتهم مثلا يقعدوا ياجلوا مع بعض، ومش لازم هنلم الدنيا فيذاكر في اخر ليله خالص ليله الامتحان، ويبقى واخد الموضوع ده واخدينه ان هما بيشجعوا بعض عليه. فده نوع الموضوع بيبقى ليه اكتر من شكل. ازاي يعني في شكل الاتنين بيشجعوا بعض زي دول، فهم في الاخر بيبرروا لبعض غلطهم، زي ان الامتحانات كانت صعبه مثلا، ايوه، فخلاص احنا مش هنلام يعني. وفي نوع تاني بقى بيبقى نفسه غير سويه، الشخص اللي بتلاقيه بيقول لك يعني حاسسك ان هو بيزقك على خير، زي اللي كان بيقول لك هنذاكر ليله الامتحان وبعد كده تلاقيها سايباكوا بتذاكر في البيت، بيحط لك السم في العسل بالظبط. فده نوع نفسه غير سويه، لكن اعتقد انه الصاحب الحقيقي فعلا هو اللي بنور لي بصيرتي للصح، لما يلاقيني رايح في حته غلط هو اللي يلحقني على طول ويرجعني بالظبط. فبالنسبه لي بقى في نوع اخطر بكتير جدا وهو الاكثر صعوبه، هو المساعده على خراب البيوت. يعني بينتشر بشكل كبير وخصوصا على السوشيال ميديا، على جروبات سواء بتاعه رجاله او بتاعه بنات. طبعا انتوا هتبقوا اضرب جروبات أيوة بنات، بس احنا متساهلين برضو، بيوصل لنا بعض الحاجات، زي انه بلاقي حاجات كتيره جدا، واحده داخله كاتبه مشكله صغيره وتلاقيها الناس كلها داخله تقول لها اتطلقي اتطلقي، ما حدش بيفكر في حلول. عارف كمان المخطوبه، يعني تبقى في فتره الخطوبه وتقول انا حصلت مشكله بيني وبين خطيبي، البنات على طول اتطلقي. وبرده عند الرجاله في جروبات الرجاله بنشوف اوقات بوستات كتير ان في رجاله كاتبه مشاكل عن حياتها الشخصيه ومع زوجاتهم، كل النصايح طلقها او اتجوز عليها. صح جدا فعلا، وده فعلا يا سلفانا ادى ان فعلا بيحصل حالات انفصال وخراب بيوت كتير جدا بسبب الكلام ده. ما هو احنا بيحصل حالات الخراب والكلام ده مش بيبقى معظم الاشخاص، يعني انا اختلف معاكم بجزئيه بس، مش معظم الاشخاص اللي بيبقى نيتهم مساعده على الشر. في ناس بالعكس يبقى نيتها خير من وجهة نظرها، عشان هم عاشوا تجربة ده انعكاسهم. أيوة. فهم بيبقى نيتهم ان اللي قدامهم عايش التجربة، بس هم بينسوا ان كل واحد ليه قصته. ما ينفعش نعمم، احنا لما نعمم الموضوع بيروح مننا، ما نعرفش نسيطر عليه. وكمان في نقطة مهمة جدا على السوشيال ميديا انتوا اثرتوها، احب اثير نقطة تانية، ان احنا بنلاقي احنا داخلين افتح السوشيال ميديا فيسبوك انستجرام اي حاجه، كل الناس ضحيه، كل الناس مظلومه، مفيش ظالم، كل الناس مأذيه. مين المؤذي؟ ما هو قليل قوي لما حد بيعترف بغلطه. واحنا بقى كمجتمع شرقي بصراحه انا منحازه شويه للست، تلاقي دايما الراجل شايف ان الست مثلا هي اللي غلطانه في المشاكل الزوجيه، قليل جدا لما حد بيعترف بغلطه. علشان كده هتلاقي كل على السوشيال ميديا شايف ان هو الضحيه. والله انا ليه برضو وجهه نظر تانية في الموضوع ده، لما قعدت اركز فيها لقيت انه المشترك بين كل الحالات دي مش ان هم ضحيه ولا ان هم غلط، المشترك بينهم ان هم ركزوا على مشاكلهم، ركزوا على الجانب السلبي، ركزوا على اي حاجه وحشه، ونسيوا ان هم يركزوا على الجانب الايجابي في حياتهم. اللي هو يعني احنا اساسا الجانب الايجابي في حياتنا لو ركزنا عليه هيزيد، كل حاجه طبيعي بنركز عليها بتزيد. طبيعي جدا. عارفه المشكله في ايه الحقيقيه؟ المشكله انه بعض الناس لما بيسلم لنفسه فنفسه تبدا تاخده في حته ان هو يعني النفس ممكن تامرني بان انا اعمل سوء، لكن انا المفروض ان انا بقاومها. لكن بعض الناس بيسيب نفسه ليها فيبقى بيتلذذ اصلا وهو بيعمل ده، بيبقى بيتلذذ وهو بيأذي حد او بينصح حد، ما نقدرش نقول عليه نصيحه، يعني بيدله على حاجه غلط. هو بيتلذذ عشان هو مأذي. ما احنا لازم نتعامل برحمه مع النوعيه دي، يعني كل شخص بيتلذذ في اذيه الاخر هو مأذي، وممكن تكون قصته مؤثره اكتر على فكره من الشخص اللي هو اذاه. ممكن يكون اتعرض لمشكله او صدمه في حياته خلته هو فعلا بينصح غيره انه يبعد عن الخطوه دي من كتر الاذى اللي هو اتعرض له. هو فعلا هو ده اللي انا عايز اقوله، ان الشخص بقى اللي بيوصل للمرحله دي هو بيبقى شخص بيتاثر ومؤثر في نفس الوقت. ازاي يعني هو بيتاثر
بأي حاجة بقى ماشية في الاتجاه السلبي بتاعه ده هو بيقتنع بيها وبيبقى راضي وبيبقى تماما، يعني ما عندوش أي مشكلة. من ناحية تانية هو بيبقى مؤثر على كل اللي حواليه، بطبيعي ان هو ممكن يقوله حاجة بشكل تجميلي وهي حاجة غلط وياخده معاه في السكة دي. فخلينا نطلع بس الأول فاصل صغير ونرجع نكمل كلامنا عشان نعرف ازاي نتغلب على موضوع حلقتنا النهاردة هو المساعدة على الشر. فاصل صغير ونرجع على طول، استنونا. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل وافكركم بموضوعنا المساعدة على الشر. وزي ما اتكلمنا قبل الفاصل ان الصديق مهم جدا وليه تأثير كبير جدا في حياتنا، كمان من اهم الاسباب اللي نقدر نتوصل ليها ان احنا نبعد بالمساعدة عن الشر ونوصل للمساعدة عن الخير هي التربية. التربية هي اساس اي حاجة انت عايز تبنيها في شخصية الطفل. يعني لما تربي طفل ان هو يساعد الناس اللي حواليه ويعمل حاجات خير كتير ويراعي ربنا في حياته، اكيد ده طفل هيكون سوي جدا ولما يكبر هيكون ناجح وخير. على عكس لما تربي طفل على العدوانية وان هو يحب نفسه ويكون اناني، ده لما يكبر هيكون شخص سلبي جدا وهتكون مشاكله كتير جدا في الحياة. ده حقيقي فعلا يا امل. انت عارفة انه حتى ممكن لو انا يعني شفت ابني او بنتي بيقول حتى حد كلمه لازم اخد بالي قوي انه حتى لو الكلمه دي ممكن تبقى مؤذيه جدا. واصلا عموما موضوع الخير والشر في الطبيعه البشريه ده يعني كان خدع راي عدد كبير جدا من الفلاسفه فعلى مدى قرون. يعني في فريقين، فريق بيؤيد ان الانسان اصلا جواه الخير وفريق تاني بيقول لا ان هو من البشر من وهم صغيرين مالين للشر اكتر. تمام. ولكن يعني كمثال يعني ارسطو مثلا كان بيقول لك ان الفضائل الاخلاقيه دي بتكتسب بالتعلم. تمام. وان الانسان اصلا بيتولد كده من غير اخلاق وبعد كده تاقلمه بقى مع الظروف المحيطه هو اللي بيخليه ينتمي لده او لده. تقريبا برضو سيجمند فرويد كان بيتكلم في نفس السكه ان هو زي الصفحه البيضاء، الانسان بيتولد زي الصفحه البيضاء ولا هو خير ولا شرير وبعد كده هو بيتاثر بقى بالبيئه المحيطه فبرضه بيروح لده او ده. في حين ان في فلاسفه تانية زي هوبز مثلا كان بيصف الانسان انه بشع وهمجي ويعني من هو لسه طفل يعني. ما طبعا هو اهم حاجه مرحله الطفوله واهم حاجه نزرع في اطفالنا الرحمه، عشان الرحمه هي مصدر كل حاجه حلوه بنعودهم عليها وبتعمل لهم التزام. واحنا النهارده في حلقتنا نقدر نقول يا امل ويا صفر ان خلاصه رساله حلقتنا النهارده ان احنا اهم حاجه يا ريت لما نسمع كلام سلبي او نشوف اي حاجه سلبيه نفكر الاول، نفكر قبل ما نتاثر بيها وتخليها تاثر علينا، لما نفكر مش هنتاذي منها. وكمان عندنا حاجه مهمه جدا، يا ريت نراجع نيتنا. النيه مهمه جدا قبل ما نتكلم او قبل ما نقول اي حاجه لازم نراجع نيتنا علشان نفوق بسرعه، علشان نعرف نوجه طاقتنا صح تجاه الشيء اللي احنا عايزين نعمله. وعندنا مهم جدا احنا نقول كلام ايجابي، ان احنا نساعد بعض على الخير ولو بكلمه طيبه. الكلمه الطيبه صدقه، يعني لازم نقول كلام حلو ما نركزش على الوحش، علشان احنا حتى لازم نمتن للخير. ده احنا ربنا بيقول ولئن شكرتم لازيدنكم، في الشكر استزاده. فيعني لازم ان احنا نتكلم في الايجابي وما نركزش على السلبي ونشكر ونحمد ربنا باستمرار. وكمان مهم جدا ان احنا في تعاملنا يبقى عندنا مسؤوليه في التعامل، سواء بطريقه فرديه او بطريقه جماعيه. احنا كاعلاميين كمان عندنا مسؤوليه ان احنا نتعامل بوعي علشان احنا ناثر في المجتمع، علشان نرفع الوعي الجمعي. طبعا. لو كل واحد تعامل بوعي هيبقى في وعي جمعي في المجتمع هيرتفع والحياه تتغير وتبقى افضل. احنا كمان يا ريت يعني اللي احنا اتكلمنا فيه النهارده الشخص، يعني اقوى حاجه ممكن نساعد فيها الشخص اللي بيؤذي الاخرين وبيؤذي نفسه ان احنا نعرفه ان الاذيه دي هترجع عليه. اي حاجه بيعملها هترجع عليه، يعني هو لما يؤذي شخص هيبقى بيأذي نفسه من ايده. وهو ده على فكره قانون الحياه، بيتسمى في الطاقه في علم الطاقه الكارما، وعندنا ذكر في كل الاديان وحتى عندنا في القران.
عندنا آية صريحة في سورة الزلزلة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والآية دي يعني لخصت كل الحوار اللي احنا بنقوله. فيا رب ربنا يعني يرينا الخير ويقدرنا على فعل الخير، ويبعدنا عن الشر ويبعدنا عن الشر يا رب جميعا. عارفه المسؤوليه كمان يا سيلفانا في الحته دي، يعني حابب قوي لانه خلاص خلاص احنا للاسف وقت الحلقه مشاهدينا وصلنا نهايه حلقتنا الاولى من برنامج بيقولوا، وميعادنا معاكم ان شاء الله الاسبوع الجاي يوم الاربعاء قبل نص ساعه من دلوقتي. مستنيينكم ونشوفكم على الف خير.